بإزاحة هذه اللوحة التذكارية يتم وضع حجر الأساس لمشروع الطريق الرابط بين بلدية النباغية بولاية الترزة من طرف وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة والسلطات الإدارية على مستوى الولاية. وسيفك هذا الطريق البالغ طوله 26 كيلومترا العزلة عن القرى الموجودة في هذا الحيز الجغرافي من الوطن. أعرف عن التواجد يدل على شيء، يدل على مدى تمسكهم خيارات رئيس الجمهورية ومدى مواكبة هذه الإنجازات كاملة اللي عدل مدة هذه السنوات، وإن شاء الله الخير قادم. ها نختار نطمئنكم به، نختار نطمئن ساكنهم عن إن شاء الله ما بين بوتليمية وركيز يدروا يعدل دمراو من الطريق. مدير الأشغال والبنية التحتية بوزارة التجهيز والنقل أكد أن هذا المشروع يعتبر محور المرحلة الأولى من الطريق الكلي الذي سيربط طريق الأمل بطريق بوغي روسو مرورا بمقاطعة تركيز. إن الفرح اليوم يتجدد في قلعة الألم ودوحة الإشعاع القرية النباغية بإنشاء طريق ذكي الأزلة عنها وأن كثير أكثر من القرى مجاورة لها، كلفة مالية تنازه 407 مليون وقية جديدة، وتستغرق مدة إنجاز سنة واحدة، وستتولى شركة بيستبي الأشغال المشروع بمراقبة المختبر الوطني للأشغال العمومية وإشراف من إدارة الأشغال والبنية التحتية لوزارة التجهيز والنقل. بدوره عبر رئيس جهة الترزة السيد محمد الإبراهيم للسيد عن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمواطنين بصفة عامة ولولاية الترزة بصفة خاصة، مبرزا انعكاساته الاقتصادية والثقافية على الولاية. أما عمدة بلدية النباغية فقد شكر باسم السكان الدولة على وضع الحجر الأساسي لهذا الطريق الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية في البلدية والقرى المجاورة لها. تندرج هذه البنى التحتية الحيوية في صميم برنامج تعهداتي الذي تعهد به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني في الشق المتعلق ببناء بنى تحتية لائقة وقادرة على الاستدامة من أجل فك العزلة عن جميع أنحاء الوطن من غير استثناء. وقد توالت الإنجازات في هذا الصدد تباعاً منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية دفة مقاليد الحكم قبل السنوات. ويبلغ الغلاف المالي لهذا الطريق 407 ملايين أوقية جديدة، وسينفذ على مدى 12 شهرا، ويأتي البدء في أشغاله في إطار تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني الرامية إلى فك العزلة عن القرى والبلدات الواقعة في هذه المنطقة من بلدية